وازاي اوصل بالبروتين الى الجلوبولر شيب عن طريق اربع ليفلز: برايمري ستراكشر وسكندري ستراكشر وتيرشري ستراكشر وكمان كوارتري ستراكشر. وعرفنا ازاي بنضمن ان يحصل اوفر فولدنج للبروتين وازاي نمنع المس فولدنج اوف البروتين عن طريق مجموعه من البروتينز تسمى شاكيرونز. يبقى لنا عنوانين في الشابتر ده نخلصهم، يبقى خلصنا الشابتر. عنوان اسمه Properties of the Protein، وعنوان اسمه Classification of the Protein، ودول العنوانين اللي هناخدهم النهارده ان شاء الله عشان من الاسبوع الجاي نبدا الشابتر الجديد اللي اسمه. هبدا معاكم اول عنوان وهو Properties of the Protein، خصائص البروتين. يلا مع بعض اصحى بقى معايا وريح. يلا Properties of البروتين. يقول لك والله هم خمسه Properties للبروتين. اول Property اسمها Colloidal Property، خصائص. تاني واحده اسمها Amphoteric Properties، والثالثة اسمها denaturation of the protein، والرابعة osmotic pressure، والخامسة precipitation، وكمان separation of the protein. هناخد واحدة واحدة ونترجمها ونظبطها ونفهمها ونحفظها ونعمل كل حاجة إن شاء الله. تعالى نبدأ بأول خاصية للبروتين ودي تسمى colloidal properties، واللي بيحب العربي خصائص غروية. ايه غروية دي؟ هنعرف حاجة. ايه قصة الكولويدال بروبرتيز اوف البروتين؟ عشان تفهم الكولويدال بروبرتيز هقول لك مقدمة صغيرة. في ستة انواع كتير من السوليوشنز، وكلمة سوليوشن يعني محاليل. في ثلاث انواع من السوليوشن. في نوع يا دكتور بنسميه ترو، وترو يعني حقيقي، او كريستالويدال. كريستالويدال معناها كريستالي، ترو او بنسميه كريستالويدال سولوشن، حقيقي او بنسميه كريستالي. وفي نوع اسمه سسبنشن، وسسبنشن يعني معلق ومحدش يقول لي مين علق، معرفش. وفي نوع دايما في النص ما بين الاثنين بنسميه كولويدال سولوشن، وكولويدال معناها غروي ومحدش يقول لي مين غرغر بيه، ما اعرفش. يبقى سيادتك في ترو او بنسميه كريستالويدال، وفي نوع اسمه سسبنشن اللي هو معلق، واللي في النص ما بين الاثنين اسمه ايه؟ اسمه كولويدال. ايه الفرق طيب؟ يقول لك في الترو سوليوشن او المحلول الحقيقي بيبقى الماده المذابه حجمها صغير قوي، وعشان كده دايبه كويس قوي في وسط المحلول ومش شايفها بعين، وكانها بالظبط زي الميه بالظبط. زي ايه؟ زي معلقه سكر لو لوثها في كوبايه ميه. هيبقى قدامك كوبايه شايف فيها ميه، هل تعرف بعينك ان فيها سكر؟ لا، هي ميه. لما اجي ادوق اقضي الحاليه اللي فيها سكر، يبقى ده اسمه محلول حقيقي. الماده المذابه حجمها صغير جدا جدا لدرجه اني ما بشوفهاش بعيني، وما اعرفش اصلا ان الميه دايب فيها حاجه. ده اسمه محلول حقيقي او كريستالي. العكس بقى السسبنشن المعلق ده، الماده المذابه بتبقى حجمها كبير، وزيادتك طول ما انا بقلب تبقى دايما في المحلول كويس او بتلف مع الميه. سبت ايدي الاقيها بتترسب لوحدها في قاع الكوبايه. عارفه زي ايه؟ زي الرمله او زي الفحم، بودره الفحم في الميه. طول ما انت بتقلب كده هتلاقيها ماشيه في وسط الميه. طب بطلت تقليب كله يترسب ايه؟ لتحت، فده اسمه معلق. ودائما وابدا الكولويدال دي في النص ما بين الاثنين، يعني دايبه وما بتترسبش، بس انا شايفها بعيني، شايفها بعيني وهي دايبه. عارف زي ايه؟ زي النشا في الميه. والنشا اللي ما عرفهاش ميه الرز، لو غسلت الرز سيادتك الميه بتاعته بتبقى مبيضه شويه. مبيضة ليه؟ عشان فيها ايه؟ نشا. هل لو سبتها البياض ده ينزل؟ لا، بيفضل زي ما هو. ليه؟ هو دايب كويس بس هو دايب وعامل شوايب، انا شايفها ايه؟ شايفها باينه.
البروتينز بقى يا جماعه لما تدوب في الميه هتعمل ترو ولا هتعمل سسبنشن ولا هتعمل كولويدال؟ هتعمل كولويدال. فعشان كده اسمها كولويدال بروبرتيز. فمعنى كلمه كولويدال بروبرتيز يعني البروتين لما يدوب في الميه هيعمل اي نوع من المحاليل، هيعمل محلول اسمه ايه؟ كولويدال سوليوشن. يقول لك الكولويدال سوليوشن ده في منه نوعين. يقول لك في نوع اسمه سسبنسويد ونوع اسمه ايمالسويد. يعني ايه الكلام ده؟ دايما اهتم بمعاني الالفاظ. كلمه اويد معناها شبه. كلمه اويد معناها ايه؟ شبه. فلك هو في النص ما بين الترو وما بين السسبنشن. لو هو اقرب للسسبنشن ناحيه السسبنشن اكتر اسميه سسبنسويد شبه السسبنشن. ولو هو اقرب للترو اكتر اسميه ايمالسويد. فالكولويدال فيه من نوعين. هو في النص ما بين ده وبين ده. لو سنه قريب للسسبنشن اسميه سسبنسويد. لو سنه قريب للترو اسميه ايمالسويد. يا ترى البروتين هتعمل اي نوع من الاثنين؟ هتعمل سسبنسويد ولا ايمالسويد؟ لا هتعمل ايمالسويد. فلو سالك في الامتحان هل تذوب البروتينات في الماء؟ تذوب. طب لما تذوب هتعمل اي نوع من المحاليل؟ كولويدال. طب هتعمل اي نوع من الكولويدال؟ هقول تعمل ايه؟ ايمالسويد. ايه الايمالسويد دي؟ ده نوع من الكولويدال يشبه شويه للترو. قريب اكتر من الترو. فسميته ايمالسويد. يبقى دي اول خاصيه للبروتينات اسمها كولويدال بروتينز. قول معايا البروتينز بقى ووتر سوليبل ولا انسوليبل؟ سوليبل. ولما تدوب تعمل نوع اسمه ايه؟ كولويدال سوليوشن. اي نوع من الكولويدال سوليوشن؟ ايمالسويد. ودي اول خاصيه للبروتينات. طب تعالى الخاصيه الثانيه. قال لك الخاصيه الثانيه اسمها امفوتيريك بروبرتيز. قديمه. والله قديمه. وخدناها الحصه اللي فاتت، فاكر؟ لما قبل اللي فاتت. لما خدنا الامفوتيريك بروبرتيز اوف الامينو اسيد. وقلنا كلمه انف يعني متردد. وامفوتيريك بروبرتيز خصائص متردده. متردد ما بين ايه وايه؟ ساعات يبقى اسيد وساعات يبقى بيز. وقتها عرفنا الامفوتيريك بروبرتيز اوف الامينو اسيد. وقلنا ايه؟ قول معايا. الامينو اسيد. ان اسيدك ميديم ريهات ابيز اند كاري بوزيتيف تشارج وان الكلايم ميديم ريهات اس اند اسيد وكاري نيجاتيف تشارج وفي نقطه اسمها اي اي بي فاكر ايزوليتد بوينت عارف ايه؟ بي اتش ات ويتش ذا امينو اسيد كان سبوت البوزيتيف نيجاتيف تشارج هو نفس الكلام بس عارف بعد كده هعمل ايه؟ هشيل كلمة امينو اسيد واحط كلمة بروتين بس. نفس الكلام هو يعني هقول ذا بروتين ان اسيدك ميديم ريأكت از ابيز اند كاري بوزيتيف تشارج وان الكلاين ميديم ريأكت از اسيد وكاري نيجاتيف تشارج وفي نقطة اسمها ايزو الكتريك بوينت تعرف البي اتش ات ويتش البروتين بيشيل البوزيتيف وبيشيل النيجاتيف تشارج وبسميه برضه داي بولر هايبر. حلو الكلام. بس لو حد بيفكر يقول لي انا عندي اعتراض. بقول له معترض على ايه؟ يقول لي ارسم لي الامينو اسيد. ارسمه لك يا عم وانا صغير. قال لي ان اتش 2 سي اتش سي او او اتش وادي الار بتاعه. مش دي رسمه الامينو اسيد؟ وكنا متفقين ان الامينو اسيد بيبقى ليه امفوتيريك بروبرتي عشان فيه واحده كربوكسيل جروب ودي مجموعه حمضيه وواحده امينو جروب ودي مجموعه قاعديه ففي حاجه حمض وفي حاجه قاعده فساعات يبقى حمض وساعات يبقى قاعده وده الخواص المتردده بتاعته. يقول لك بس انت عملت بروتين وعشان تعمل بروتين لازم الامينو اسيد الناحيه دي يعمل رابطه اسمها رابطه بيبتيديه بالكربوكسيل ولازم الناحيه دي يعمل رابطه اسمها رابطه بيبتيديه بالامينو جروب. يعني لما عملت بروتين انت ضيعت الكربوكسيل جروب وعملت بقى رابطه بيبتيديه وضيعت الامينو جروب وعملت بقى رابطه بيبتيديه. يبقى ازاي البروتين يبقى ليه امفوتيريك بروبرتي؟ ما انت ضيعت الكربوكسيل خلاص وضيعت الامينو خلاص
منين يبقى ليه خصائص متردده وهو ضاعه خلاص؟ الاجابه هي ما هو ضاع. قول الطرفين؟ لا. ليه بقى لا؟ هو الدكتور بيقول كلام ظريف، بيقول من الاطراف. ما اي بروتين في طرف في فري امينو وطرف في فري كالسوسي. تعتقد لو عندي بروتين 10000 امينو اسيد 10000، الوحده اللي على اليمين دي والوحده اللي على الشمال يخليها مفوتيه؟ لا. نعرف برافو. اسمك ايه؟ حمزه. منين يا حمزه؟ اليمن. حي الله شعب اليمن. تعز ولا اب ولا عدل ولا صنعاء ولا مين؟ اب. لا اب متألق. لينا من اب ومين؟ حمد وحمزه من اب. لا اب انت بص انت اعتزل الفن خلاص، ضاع في بيتك بقى خلاص. لا اب خربة الدنيا اب بصراحه. ده انا هروح اب مخصوص يا عم عشان اشوف ناس اب دي. بسم الله ما شاء الله بطريقه علميه. بسم الله ما شاء الله اهو. برافو يا حمزه. الار الار ليه بقى؟ مش اتفقنا ان عندنا امينو اسيدز اسمهم اسيديك امينو اسيد؟ دي فيها في الار كربوكسيل جروب سايده، وعندي امينو اسيد اسمها بيزك امينو اسيد، دي فيها في الار امينو جروب زايده. يبقى الاكسترا كربوكسيل بتاع الاسيديك امينو اسيد والاكسترا امينو بتاع البيزك امينو اسيد هما اللي يخلوا البروتين لانفوتيريك بروتين، عشان عندي امينو اسيد فيها اثنين كربوكسيل اسمهم اسيديك، واحده سيادتك عملت بيبتايد والثانيه زمايل. وعندي امينو اسيد فيها اثنين امينو اسمهم بيزك، واحده عملت بالتايب والثانيه زي ما هي. يبقى الار دي فيها كربوكسيل جروب زايده بتاع اسيدك امينو اسيد، وامينو جروب زايده بتاع بيزك امينو اسيد، دول اللي يخلوا البروتين لانفوتيريك بروبرتيز. طب نستكمل مساله اسئله الذكاء ونشوف مين ذكي ومين بيفكر ويقول معايا. كان سيادتك الايزو الكتريك بوينت بتاع الامينو اسيد ثابته وهي 6.02، هل تعتقد الايزو الكتريك بوينت بتاع البروتين ثابته؟ ليه؟ ما لازم اسالك ليه؟ هم لقوا خمس عشان بيحصل في الامينو اسيد عشان غرويا. لا مش موضوع غرويه بقى يا حفص، مكون من اول لانه كل بروتين والتاني راح يختلف في السين. يا عزيز اردن يا عزيز صح؟ فلسطين. حي الله شعب فلسطين. في فلسطين وفي ايه بقى على الساحه اهو؟ مفيش مصر هنا ولا ايه؟ قاعد فين مصر يا جدعان؟ عيب يعني. يقول لك انت في اي امينو اسيد كنت ضابط؟ كل امينو اسيد واحده كربوكسيل واحده امينو وخلاص على كده. فكان الايزو الكتريك بونت ثابته لجميع الامينو اسيد 6.2%. لكن انا عندي بروتين واحد فيه 50 كربوكسيل زايده و50 امينو زايده، يبقى ليه ايزو الكتريك بونت معين. طب هل هي نفسها الايزوليكتريك بوينت لو في 60 كربوكسيل و40 امينو؟ لا طبعا. طب هل هي نفس الايزوليكتريك بوينت لو في 70 كربوكسيل و30 امينو؟ لا. فلان عدد الاكسترا كربوكسيل وعدد الاكسترا امينو يختلف من بروتين لبروتين، فالايزوليكتريك بوينت تختلف من بروتين لبروتين. فبقول هنا الجمله الخالده ايتش بروتين has its specific isoelectric point. كل بروتين ليه الايزو الكتريك بوينت الخاصه بيه. اللي عندها سيادتك البروتين بيبقى لس ولس. البروتين بيبقى لس سوليبل، يعني الذوبانيه بتاعته ايه؟ اقل. ولس ستيبل، ما طالما مش دايق كويس يبقى يترص في ايه؟ بسهوله. وكان ولا كانت مايجريت الكتروفريسيس؟ كانت. ليه كانت؟ عشان شال الشحنتين الموجه وايه؟ والسالب. فلما امشيه بتيار كهرباء لا يروح للانود ولا يروح للكازون عشان في ايه؟ الشحنتين. يبقى سيادتك الكلام ده ما فيهوش ايه؟ اسمه انفوتيريك بروبرتيز اوف البروتين. قلنا البروتين في اسيديك ميديم رياكت از ايه؟ ابيز وبيكاري بوزيتيف شارج، وفي اكراي ميديم رياكت از ايه؟ اسيد وبيكاري نيجاتيف شارج. وعند الايزوليكتريك بوينت شايل الاثنين البوزيتيف والنيجاتيف. سالت نفسي سؤال ايه اللي يخلي البروتين ليه انفوتيريك لما انا ضيعت الكربوكسيل وضيعت الامينو وعملت بيهم روابط في ابتدائي؟ قال لك الار الاكسترا كربوكسيل اللي في الاسيديك امينو اسيد والاكسترا امينو اللي في البيزك امينو اسيد.
طب بناء على كده وطالما عدد الاكس كربوكسيلي يختلف من واحد للتاني، هل البروتين كلهم ليهم ذا سيم ايزوليتري بوينت؟ لا، ذا ايتش بروتين هاز اتس سبيسيفيك ايزوليتري بوينت، وعند الايزوليتري بوينت البروتين بيبقى ايه؟ ليس سوليبل وليس ستيبل. وكان ولا كانت مايجريت ان الكتروفوريسيس. ودي تاني بروبرتي للبروتين سميناها مع بعض ايه؟ امفوتيريك بروتين. اللي فات دول كوم واللي جاي كوم تاني خالص. اللي فات ده حماده واللي جاي حماده تاني خالص. اكتب على اللي جايه نظري 2017 وبرهان مليون جنيه. جنيه يطح جنيه. دي جايه في الامتحان وبرهان اهو، براهنك اهو مليون جنيه. رقم ثلاثة دي اللي جايه في الامتحان اسمها دي ناتوريشن. اسمها ايه يا جماعه؟ دي ناتوريشن. دي ناتوريشن سفيان. يعني ايه سفيان؟ نيتشر طبيعة. كلمة نيشا يعني طبيعة. وكلمة دي نزع. دي يعني ايه؟ نزع. فكلمة دي نيشر نزع الطبيعة. اخرب الطبيعة. ابوظ الطبيعة. وده معنى كلمة دي ناتوريشن. مش فاهم برضه. قال لك طبيعة البروتين انه فولدد وملفوف بالشكل ده. لو انا يا باشا فكيت البروتين وعملت له انفولدنج، مش انا بوظت طبيعه البروتين؟ انا كده بوظت النيتشر اوف البروتين. انا كده عملت دي ناتوريشن للبروتين. فهمت ازاي؟ افهم معنى الكلمه دي ناتوريشن. بوظت النيتشر، طبيعته انه ملفوف وفولدد. طب لو فكيته وعملت له انفولدنج انا بوظت ايه؟ النيتشر بتاعه. الموضوع ده بيجي اتكون في الامتحان بستة او سبعة درجات. ولو جه انا هتكلم بس عن ثلاث كلمات. اول كلمه يا حمزه الديفينيشن، ايه التعريف بتاع الديناتوريشن؟ الكلمه الثانيه ايه الفاكتورز؟ ايه الفاكتورز ذات كوز ديناتوريشن؟ والكلمه الثالثه ايه الايفكتس اوف الديناتوريشن؟ لازم سيادتك تبقى افكارك مترتبه عشان تعرف هتقول ايه؟ هقول ثلاث كلمات، هقول الديفينيشن وهقول الفاكتورز وهقول الايفكتس اوف الديناتوريشن. تعالى نقول ايه تعريف الديناتوريشن؟ قال لك لو اعرف الديناتوريشن هقول لوس اوف ذا اورجنايزيشن اوف البروتين. كلمه اورجنايزيشن يعني شكل، فقدت شكل البروتين. وذ بريك داون يعني مع تكسير. عد معايا، عد معايا واحد السكندري والتيرشري والكواترنري استراكشر اوف البروتين. مره كمان قول معايا يعني ايه ديناتوريشن؟ لوس اوف ذا اورجنايزيشن اوف البروتين وذ بريك داون اوف سكندري وتيرشري وكواترنري استراكشر اوف البروتين. وبرايمري لا ليه؟ ليه برايمري لا؟ ما يبقاش بروتين. ولو كسرت البرايمري ده معناها ان كسرت البيبتايد بون. ولو كسرت البيبتايد بون ما يصير بروتين. يصير بروتين؟ لا والله ما يصير. والله ما يصير. يصير امينو اسيد؟ يصير. ما يصير. يصير امينو اسيد؟ ما يصيرش بروتين. فسيادتك انا بكسر كله الى البرايمري. لان لو كسرت البرايمري ما يصير بروتين. يصير ايه؟ يبقى قول معايا وسمعني صوتك يلا. يعني ايه سيادتك ديناتوريشن؟ سمعني. لوس اوف ذا اورجنايزيشن اوف البروتين وذ بريك داون اوف سكندري تيرشري اند كواترنري استراكشر اوف. عايز صوت وحوش، عايز صوت ارزقاء. يعني ايه ديناتوريشن؟ لوس اوف ذا اورجنايزيشن اوف البروتين وذ بريك داون اوف سكندري تيرشري اند كواترنري استراكشر اوف البروتين. حلو كده. يبقى ده اول كلمه اسمها ديفينيشن اوف الديناتريشن. طب تعالى قول لي ايه الفاكتورز اللي بتعمل ديناتريشن؟ ايه الحاجات اللي ممكن تؤدي الى ديناتريشن؟ قال لك والله حاجتين.
يا اما فيزيكال يا اما كيميكال. كلمه فيزيكال يعني حاجات فيزيائيه، كيميكال حاجات كيميائيه. زي ايه فيزيكال كوزز؟ اول حاجه قال لك هاي تمبرشر، وهاي تمبرشر يعني درجه الحراره العاليه. هاي تمبرشر يعني ايه؟ درجه الحراره العاليه. الدكتور اسمك ايه؟ لا لا طبعا ست بيرش اكيد طبعا. لا اكيد انا طيب عليك انا عارف كويس، عشان كده هسالك يا لانا. ليه يا لانا بتسوي اللحم على النار؟ عشان تفرق البكتيريا. في لحمه فيها بكتيريا؟ لا بتسويها عشان تستوي. والله برافو عليك. شفت التعلق؟ احنا بنسوي اللحمه عشان تستوي. قال لك رقاصه وبترقص عادي يعني. ليه بتساوي اللحمه يعني؟ عشان الطريقه عشان برضه؟ هي بتساويها عشان تستوي، ده معروف يا احمد. سبحان الله بنخليها سوفت. في ناس بتقول اه حاجات اهو كسر الطريقه عشان كسر النواه. قول مفيش بروتينات الخروف فيه بروتين ضار؟ لا يا عم كل واحد الخروف حط هات بروتينات ضرب من الخروف. انا موافق، هات شويه وتعالى. هي لحمه شو اسمها؟ هو قام اكتشف انها بتخرج له؟ ماشي بس ماشي بص تخلص من عوامل؟ ايه؟ تخلص من عوامل فيزيائيه وكيميائيه خبيه؟ لا يعني عشان تصير ايزي تو بي دايجست. بس الساعات تكون حطمها اسهل. ما انتوا قربتوا قربنا. الوضع الطبيعي في ماده الهضم. لا بنهضم. هقول له دلوقتي هو ايه البروتين اللي باكله؟ مصل. اللي باكله انا مصلز، عضلات. والعضلات دي فيها بروتين اسمه مايوسين واكتين ومايوجلوبين، كلها جلوبولر بروتين بالشكل ده. وهذا البروتين الكروي الجلوبولر كل الروابط البيبتيديه مستخبيه جوه. مش هو ملفوف على بعضه؟ فالروابط البيبتيديه كلها ايه؟ مستخبيه جوه. فتيجي انزيمات الهضم تشتغل مش عارفه تشتغل. لان كل الروابط البيبتيديه ايه؟ مستخبيه جوه. طب انا دلوقتي بسخنه يعني بعلي الحراره، ولما اعلي الحراره انا هعمل انفولدنج للبروتين، يعني هفكه هخليه لينير بالشكل ده. فكل الروابط البيبتيديه تبقى في مواجهه انزيمات الهضم، وبالتالي الهضم يبقى اسهل ولا مش اسهل؟ اسهل. يبقى انا بسوي البروتين عشان يستوي. ايه عشان يستوي دي بقى؟ عشان اعمل له انفولدنج واخلي كل الروابط البيبتيديه في مواجهه انزيمات الهضم، فانزيمات الهضم تشتغل ايه؟ اسهل، والدايجيشن يبقى اسهل. يبقى دي اول حاجه هاي تمبرشر. ايه كمان غير الحراره العاليه؟ قال لك اليو في ار. اليو في ار يعني الالترا فايلت ريز، الأشعة فوق البنفسجية. الأشعة فوق البنفسجية بتبقى ضارة جدا. إيه كمان؟ يقول لك السونيكيشن. كلمة سونيكيشن يعني الموجات فوق الصوتية. تعرفوا السونار؟ يقول لك تعمل سونار على البطن، أشعة تلفزيونية على البطن. الأشعة التلفزيونية دي لو تعمل يعني مرات كتيرة قوي قوي كتير قوي ممكن تعمل دينيتوريشن للبروتين. إيه كمان؟ الإكس راي. أشعة إكس يا جماعة، أشعة إكس بتعمل برضه دي ناتوريشن. ندى بتروح تعمل لي شوبينج ولا حاجة؟ بتروح تعمل لي شوبينج؟ أشوب؟ لو رحت يا ندى تعملي شوبينج ولا حاجة وداخلة مول، يبقى سيادتك بتعدي من بوابة كده فيها إكس راي. البوابة دي تكشف أي معدن، أي حاجة معاك ولا بتاع، دي بوابة. يقول لك لو في طفل صغير ولا حاجه ما ينفعش اعدي البوابه، اعدي من وراها. لو في واحده بريجننت وحامل ما ينفعش اعدي من البوابه، اعدي ايه؟ من وراها. من الاكس راي دي التعرض ليها باستمرار يعمل دينيتريشن للبروتين. والست الحامل سيادتك عندها فيتاس لسه بيكون، والطفل الصغير لسه بيكبر، فعشان كده ما ينفعش يتعرض باستمرار للاكس راي عشان ما يحصلوش مشاكل. يبقى التعرض المستمر للاكس راي برضه يعمل ايه؟ يعمل ديناتوريشن وتشوه. ايه كمان؟ يقول لك الميكانيكال اجيتيشن. زودوها دي في الورق.
ميكانيكال اجيتيشن. ميكانيكال اجيتيشن يعني استثارة ميكانيكية. ميكانيكال اجيتيشن يعني استثارة ميكانيكية بالعربي. الخط وحش؟ اخزع علي الخط وحش؟ اخزع علي تشتمني؟ حلو كده طيب؟ ما ده احلى حاجة عندي، مش هتلاقي احسن من كده تاني. ميكانيكال اجيتيشن بالعربي استثارة ميكانيكية. كلمة ميكانيكال يعني ميكانيك. اجيتيشن استثارة. فميكانيكال اجيتيشن استثارة ميكانيكية. سونيكيشن يعني موجات فوق صوتية. طب احنا شفنا اب متميزة في علم. لما نشوف اب متميزة في المطبخ ولا لا؟ يا لينا لو انت قمت الصبح كده وعايزة تفطري قرص بيض. حلو صح؟ فجبتي خمس ست بيضات وسيادتك كسرتيهم. بتلاقي البياض لوحده والصفار لوحده. لو عايزه تخلطيهم مع بعض عشان يبقوا قرص متجانس بتعمل ايه؟ حط الصفار. ايوه اروح جايب خفاق البيض. شبشيخ لا ما اعرفش شبشيخ. لا اسمه شبشيخ. ايوه شبشيخ. البيض يا عم الحاج يا عم وحش خفاق البيت. مين الشفشيخ ده؟ خفاق البيت بيجيب يا باشا الخفاق ونحطه في الكراسي. يروح لافف اوب 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 زيادتك. يروح خالط البياض في السفار يبقى لا فينا بياض ولا سفار وكله محلول متجانس. الفكره ان البروتين اللي في البياض البيت نوع معين وليه شكل. والبروتين اللي في السفار نوع تاني وليه شكل. عشان كده ده ماسك نفسه وده ماسك نفسه. لو جبنا الشفشيق وسكناهم مع بعض هيفك الصفار لوحده ويفك البياض ويدخلهم مع بعض. فده سيادتك اسمه ايه؟ اسمه ميكانيكال اجيتيشن. يبقى ايه الحاجات الفيزيكال اللي بتعمل ديناتوريشن اول حاجه واهم حاجه ايه؟ هاي تمبرشر وكمان الترا فايلوت ريت اللي هي يو في ار وكمان السونيكيشن موجات بالفوق الصوتيه والاكس راي اشعه اكس وكمان حاجه اسمها ايه؟ ميكانيكال اجيتيشن الاستثاره الميكانيكيه. طب تعالى بقى حاجات كيميكال بقى. حاجات كيميائيه برضو ممكن تعمل ديناتوريشن. قال لك والله بحروف 3 اس. كام اس؟ 3 اس. اول اس يقول لك سترونج اسيد. او الكالي اللي هو البيز. لو حمض قوي او حم او قاعده قويه تعمل ديناتوريشن. اللي جنب سفيان اسمك ايه؟ محمد. محمد. قول يا محمد هو الاستومك فيها حمض ولا فيها قاعده؟ اسمه ايه؟ اتش سي ال. فيها هيدروكلوريك اسيد. وده سترونج ولا ايه؟ سترونج. ليه بقى؟ عشان يحلل البروتين. افرض مثلا سيادتك اكلت حاجه مش مستويه كويس خلاص ده عليك يعني؟ ما تهضمهاش. انا دافع فلوس يا راجل عيب. فسيادتك ربنا عمل الاتش سي ال دي عشان لو حاجه مش مستويه كويس الاتش سي ال يعمل برضه ايه؟ نفس الاكشن ويعمل ديناتوريشن اون فولد. حتى قبل اكتشاف النار مش الناس كانت بتاكل لحمه؟ طب بيهدموها ازاي؟ بالاتش سي ال. يبقى السترونج اسيد او السترونج بيز يعمل ايه؟ يعمل ديناتوريشن. ايه كمان؟ تاني اس قال لك سولتس اوف الهيفي ميتال. يعني املاح المعادن الثقيله. املاح المعادن الثقيله تعمل ديناتوريشن. كمان يا باشا السولفنت. اي سولفنت؟ قال لك لا الاورجانيك سولفنت. المذيبات العضويه زي البنزين زي الكلوروفور زي الاسيتون زي الايثر. كل دي مذيبات عضويه تعمل ديناتوريشن. يبقى سيادتك الكيميكال فاكتور اللي هتعمل ديناتوريشن كام؟ ثلاثه. تقولوا مع بعض سترونج اسيد او سترونج بيز وكمان السولز وفي الهيفي ميتال والسولفنت. اي سولفنت؟ لا الاورجانيك سولفنت المذيبات العضويه. حلو الكلام جدا جدا جدا. اتفضل. السولز زي ايه؟ زي حاجه اسمها ميركوري كلورايد اتش جي
سي ال 2. عارف الاتش جي ده؟ ده الميركوري زيبا. فكلوريد الزيبا. الزيبا ده بسميه هيفي ميتال. معدل ثقيل. فالصوت بتاعه بيبقى يعمل دينيتريشن. فهمت ازاي؟ ويوريا صح؟ ممكن اليوريا برضه. بس مش عايز اسود عليك قوي يعني. انا هتقول كفايه. تعالى يا باشا نشوف ان دي مهمه قوي. خلي بالك كلمه ديناتوريشن دي في الطب وكله مش هتلاقي غير في مكانين بس. بلغش اول مكان هو الدي ان ايه؟ الحامض النووي اللي اسمه دي ان ايه. وتاني مكان اللي هو البروتين. نسال كده ونشوف هو الدي ان ايه شريط ولا شريطين؟ شريطين. عبارة عن تو ستراند شابكين مع بعض. ده حتى بالعمر شابكين مع بعض ازاي؟ هيدروجين كور روابط هيدروجين. لو جيت سيادتك وعملت هيتنج يعني سخنت الدي ان ايه اروح مكسر الروابط الهيدروجينيه دي عشان هي ضعيفه واروح عامل سيباريشن للتو ستراند عن بعض. لو فصلت التو ستراند عن بعض ده اسمه دي ناتوريشن. ليه؟ قال لك النيتشر بتاع الدي ان ايه انه شريطين شابكين مع بعض. فلو فصلت الشريطين عن بعض انا بوظت النيتشر. ده اسمه ايه؟ دي ناتوريشن. طب سؤال قول لي اسمك ايه؟ احمد. بص يا احمد لو انا عكست احمد وعملت كولينج يعني بردت هل التو ستراند يرجعوا يشبكوا في بعض تاني؟ لا ما يرجعوش ولا يرجعوا ويبقوا زي الاول بالظبط. بالظبط بالملي بالظبط. عارفه ليه؟ قال لك عشان في قواعد نيتروجينيه مكمله. مش في ايه قصادها تي في جي. فكل واحد يدور على المكمل ليه ويرجعوا زي ما كان بالظبط. فعشان كده ده بسميه ري ناتوريشن. اسمع كلمه ري ناتوريشن يعني رجع للنيتشر بتاعه. فلما افصل شريطين ديني عن بعض ده اسمه دي ناتوريشن. ده بيحصل بالهيتي. لو برد يرجعوا يشبكوا مع بعض تاني ده اسمه ايه؟ رينيتوريشن. فيقول لك ايه؟ يقول لك دي ناتوريشن ان الدي ان ايه از ريفيرسبل. عكسي يعني عكسي. يعني افكهم من بعض وارجعهم لبعض. افكهم من بعض وارجعهم لبعض. طب تعالى في البروتين. البروتين برضه سيادتك بيحصل له رينيتوريشن. بيبقى عندي اهو بروتين جلوبال. وبرضه بعمل هيتنج. وسيادتك عملت انفولدنج للبروتين. لو سيادتك عملت كولينج وبردت هل يرجع زي ما كان بالظبط؟ يرجع زي ما كان؟ لا البروتين لا يرجع زي ما كان؟ لا. قال لك والله على حسب. لو هو بروتين صغير 50 امينو اسيد وشكله بسيط ممكن يحصل له رينيتوريشن. لكن لو هو بروتين كبير و10000 امينو اسيد وليه شكل معقد وكومبليكيتد مستحيل يرجع زي ما كان. ازاي يعني؟ ما ينفعش. لان مفيش الحته بتاع القواعد النيتروجين المكمله هيرجع ازاي؟ ما يرجع صح. فقال لك الدينيتوريشن في الدي ان ايه از ريفرسبل. ولكن دينيتوريشن ان البروتين اسمع لي may be reversible and they may be irreversible. يبقى في الدي ان ايه ريفرسبل لكن في البروتين may be reversible و may be irreversible على حسب البروتين صغير ولا كبير. لو هو صغير الموضوع ممكن لكن لو هو كبير مستحيل يرجع زي ما كان. حاجه كمان يقول لك الدينيتوريشن دي تريد مارك علامه مسجله للبروتين والدي ان ايه. مفيش حاجة تانية في الدنيا يحصل لها دينيتوريشن. يعني لما ناخد الكربوهيدرات مفيش حاجة اسمها دينيتوريشن في الكربوهيدرات. لما اخد الليبيد مفيش حاجة اسمها دينيتوريشن للليبيد. الدينيتوريشن فقط للبروتين وفقط للدي ان ايه. حلو الكلام؟ طب ما تيجي نشوف ايه الايفكت اوف الدينيتوريشن. عد معايا عمر. عد معايا عمر.
بيحصل لوس يابا لاي ستراكشر؟ عد معايا قول السكند والتيرشري وكمان الكواترنري ستراكشر اوف البروتين. ليه ما قلتش برايمري؟ ما يبقاش بروتين. لو كسرت البرايمري ده معناها كسرت بالتايبوك، ما يبقاش بروتين. يبقى اول افكت لوس اوف ايه؟ سكند وتيرشري وكواترنري ستراكشر. ما اقولش برايمري. ليه؟ لو كسرت البرايمري عمره ما يبقى بروتين. فهو انا حسب الدكتور نيدر بيقول برايمري وتيرتري وكواترنري. مفيش برايمري، ما ينفعش اكسر البرايمري. البرايمري دي عباره عن الروابط الابتدائيه، لو كسرتها بقى امانيو اسيد. سكندري وتيرشري وكواترنري. برايمري لا مستحيل. ده عند الام سي بيقول لك ايه؟ All the following are broken down in denaturation except. تختار البرايمري. اكسر كله الى البرايمري. طب تعالى نشوف ثلاث حاجات ونشوف يحصل فيهم ايه. اول حاجه السوليبيليتي يعني الذوبانيه، وثاني حاجه فيسكوزيتي يعني فيسكوزيتي اللزوجه، وثالث حاجه دايجستابيليتي يعني الهضم. تعالى نشوف كده. نادى تقول تعتقد السوليبيليتي يحصل فيها ايه؟ يزيد ولا تقل؟ تقل. تقل. تقل بروفايل. السوليبيليتي بتقل. طب تقدر تقول ايه؟ انا قلت تقل لكن ما قلتش ليه؟ هقول لك حاجه. دلوقتي البروتين في الاساس كان شكله ايه؟ جلوبولر. ودايما وانا بلف البروتين يا جماعه بلفه بذكاء. بمعنى ايه؟ لو قابلني اي امينو اسيد ليه بولاريتي ويحب الميه اخليه بره في الوول ناحيه الميه، ولو قابلني اي امينو اسيد بيكره الميه وهيدروفوبيك او الاستخبى جوه في الكور في اللب بعيدا عن الميه، وبالتالي الفاينل بتاعي بيبقى عندي بروتين بيدوب في الميه لان فوق مواجهه الميه كله بيحب الميه. طب ايه رايك بقى لما اعمل دينابريشن واعمل انفولدنج للبروتين؟ كل الامينو اسيد اللي كانت مش بتحب الميه ومستخبيه جوه بعيد عن الميه بقت في مواجهه الميه، يبقى السوليبيليتي ايه؟ يبقى السوليبيليتي بتقل عشان لما كان ملفوف كنت مخبي اللي ما بيحبش الميه في الكور بعيد. طب انا فكيته فسيبت كل اللي مش بيحب الميه بقى في مواجهه ايه؟ الميه، فتقل السوليبيليتي. طب تعتقد يحصل ايه في الفيسكوزيتي في اللزوجه؟ قول يا واد اسمك ايه؟ ايوه علي. قول يا علي. تقل ولا تزيد؟ تزيد. طب اختار. طيب الفيسكوزيتي تزيد ولا تزيد؟ برافو عليك، برافو عليك، بتزيد صح. ليه يا علي؟ هقول لك يا علي. افرض يا علي انت معاك واحد صاحبك عزيز عليك، معايا على الخط عزيز عليك، وسيادتك عايز تعزمه عزومه حلوه. ما هو يا دكتور عزيز عليك، واول الشهر يعني والحواله لسه جايه والجيب بسم الله ما شاء الله 100 100، فهتروح سيادتك كافيه محترم بتاع المينيمم الشهر ده 150 جنيه ولا حاجه، الحاجات الغريبه دي، وسيادتك تطلب انت وصاحبك اثنين مانجا وب 150 جنيه. فيجيبوا لي مانجا فريش ومحترمه ولا بتاع البودره اللي بتدوب دي؟ ده يجيب لي غير مانجا وانا قاعد يا باشا، يعني قفصين مانجا ب 150 جنيه دول. فسيادتك مانجا فريش. طب لو اخر الشهر بقى والحواله متاخره ومفيش فلوس وهتعزم صاحبك اي حته وخلاص، معلقه بودره ومعلقه سكر وشويه ميه، هو ده عصيرك. ده ممكن. فالفيسكوزيتي بتاع مين اعلى؟ المانجا الفريش ولا المانجا الباودر؟ الفريش طبعا. فلكل المانجا المذابه ما حجمها يبقى اكبر كل ما الفيسكوزيتي تبقى اعلى. تاني، كل الماده المذابه ما حجمها يبقى اكبر كل ما الفيسكوزيتي اللي زوجها تبقى ايه؟ تبقى اعلى. يقول لك وانا كنت فاضل وشكلي جلوبلر، انا ملفوف كويس قوي فمساحتي صغيره، لما عملت انفولدنج سيادتك البروتين اتفك
فالاريا السيرفيس اريا بتاعته المساحه بتاعته ايه زادت حجمه زاد يبقى فيسكوستي ايه زادت يبقى عرفت ليه الفيسكوستي بيزيد وهو ملفوف كان صغير قوي قوي ويحتاج مساحه صغيره لما قلت له انفولدنج يحتاج مساحه ايه هب ودايما الماده المذابه لما حجمها يزيد الفيسكوستي يزيد طب اللي جنب علي اسمك ايه مصطفى طب دي سهله يا مصطفى الدايجستابيليتي تعتقد يحصل في ايه؟ قابلية الهضم يبقى الهضم اسهل ولا اصعب؟ اسهل اسهل فالدايجستابيليتي تزيد ليه الهضم يزيد؟ لانه كل الروابط الببتيديه يا مصطفى بقت في مواجهه انزيمات ايه؟ الهضم فالهضم يبقى اسهل طب دي نشوف مين هيقولها تعتقدوا يا دكاتره الفانكشن تزيد ولا تقل؟ لا مش تقل ولا تزيد لوست لوست مش قلنا اذا فقد البروتين شكله فقد وظيفته لما فقد شكل البروتين ملوش وظيفه الفانكشن لوست مفيش فانكشن لان اذا فقد البروتين شكله فقد وظيفته يبقى يا باشا الايفكت اهو سيادتك خمسه اول حاجه لوس للسكن والتيرشري والكوارترنري برايمري لا كمان السوليبيليتي تقل والفيسكوزيتي تزيد والدايجستابيليتي تزيد والفانكشن لوس فمثلا مثلا مثلا قال لك لو كان انزيم يشتغل لا هيحصل لوس اوف ذا بايولوجيكال اكتيفيتي يعني انزيم ما يشتغلش ولو كان انتيجين كلمه انتيجين يا جماعه يعني ميكروب بكتيريا او فيروس بالنسبه لي يعني يعمل لي مرض ما يعملش مرض وعشان كده يا باشا دي فكره التعقيم لو رحت عند دكتور سنان مثلا وبتعمل حاجه بتلاقيه بيطلع الاله اللي بيشتغل فيها من فرن ايه وظيفه الفرن ده؟ قال لك بيرفع درجه الحراره عاليه قوي فلو في ميكروب على الاله دي بكتيريا او فيروس من مريض معين الحراره العاليه تبوظ البروتين بتاع الميكروب ده ليه؟ عشان حصل ديناتوريشن فلو سيادتك نفس الاله جات لك في بقك الميكروب ده ما يعملهاش حاجه ليه؟ لان البروتين بتاعه ايه؟ خلاص باظ اتفك فهمت ازاي؟ فده فكره التعقيم يا جماعه السؤال ده لازم يجي في الامتحان هيقول لك تعال جيف ان اكونت اون دي ناتوريشن اوف البروتين هما ثلاث كلمات الديفينيشن والفاكتورز والايفكت قولوا معايا يلا ايه الديفينيشن اوف دي ناتوريشن لوس اوف ذا اورجانيزيشن اوف البروتين والبريك داون اوف السكندري والتيرشري والكوارترنري ستراكشر اوف البروتين الفاكتور يا اما فيزيكال يا اما كيميكال فيزيكال زي ايه؟ هاي تمبرشر وكمان يو في ار وسونيكيشن واكس راي وميكانيكال اجيتيشن طب سيادتك كيميكال ثلاثه از سترونج ازيد او الكالي وصول وبليفينيتر وكمان السولفنت اي سولفنت؟ لا اورجانيك ويلز بتحصل سيادتك في حاجتين يا اما دي ان ايه يا اما بروتين في الدنيا بتبقى ريفرسبل لكن في البروتين مي بي ريفرسبل ومي بي ريفرسبل الايفكت حصل لوس ليه سكندري تيرشري وكوارترري والسوليبيليتي قلت فيسكوزيتي زادت دايجستابيليتي والفانكشن لانه اذا فقد البروتين شكله ودي تالت واهم بروبرتي للبروتين سميناها دي ناتوريشن تعالى يا باشا للبروبرتي الرابعه اللي اسمها اوزموتيك بريشر الضغط الاسموز يا باشا يا باشا اكتبه يا باشا ايه المشكله يا باشا انا بفهمك يا باشا ممكن حاجه يبقى مكانها قدام بس لما تتقال دلوقتي تبقى احسن أنا مش وظيفتي أقرأك اللي في الكتاب، أنا وظيفتي أعلمك علم. نعم. بيسألني بعد ما أخلص، يعني حاجة كده بسيطة أعلمها عليها أنا بعد ما أخلص وقف معايا أعمل إيه؟ يلا يا باشا.
البروبرتي رقم 4 اللي اسمها اوزموتيك بريشر، معناها الضغط الاوزموزي للبلازما كلها. اوزموتيك بريشر، انا سيبتك هقول كام كلمه كده تفهمنا الموضوع. دكاتره الدم عباره عن ميه، الدم عباره ايه؟ كذاب اللي يقول لك الدم عمره ما يبقى ميه، كذاب. 70% من الدم ميه. اوعى تصدق الكلام ده. يقول لك الدم قال عمره هو ميه اصلا. والدم عباره عن ميه دايب فيه حاجات. ساعات يدوب فيها حاجات صغيره زي الجلوكوز، زي الصوديوم، زي البوتاسيوم. الحاجات الصغيره دي اسمها كريستالويدز. اسمها يا جماعه؟ كريستالويدز. وساعات بيدوب في الدم حاجات كتيره زي البلازما بروتين، صح؟ البلازما بروتين دي سميناها من شويه كولويدز. يبقى في حاجتين دايبين في الدم اللي هو ميه، حاجات صغيره اسمها ايه؟ كريستالويد، وحاجات كبيره اسمها ايه؟ كولويد. تعالى نشوف الفرق ما بينهم ايه؟ من حيث السايز، مين اصغر؟ كريستالويد ولا كولويد؟ كريستالويد. يبقى كريستالويد سمول، لكن الكولويد ايه؟ لارج، كبيره، ده بروتين يعني. طب من حيث النمبر، العدد، كل الحاجه ما تبقى صغيره عددها يبقى ايه؟ كبير، اكبر. فالنمبر هنا هاي، كبير، لكن هنا سيادتك ايه؟ لو، صغير، اللي هتبقى كبير. ودايما يا جماعه الاوزموتيك بريشر يعتمد على النمبر، الضغط الاوزموزي يعتمد على ايه؟ على النمبر. فكل نمبر ما يبقى عالي الاوزموتيك بريشر يبقى اعلى. فعشان الكريستالويد عددها كتير يبقى سيادتك ليها هاي اوزموتيك بريشر، ولكن عشان الكولويد عددها اقل يبقى ليها ايه؟ لو اوزموتيك بريشر. طب هتكلم على الامبورتنس، مين اهم فيهم؟ يقول لك الكريستالويد اوزموتيك بريشر عالي يبقى مهم ولا مش مهم؟ مش مهم، مع انه عالي. لكن الكولويد اوزموتيك بريشر قليل، والضوء قليل هو اللي امبورتنت. الكلام ده مهم قوي عشان تفهمه. الكلام ده مش موجود في حته، بس عشان تفهم اللي جاي ايه. بقول الدم ده ميه ودايب فيه حاجات صغيره اسمها كريستالويد، صوديوم، بوتاسيوم، جلوكوز، يوريا، اي حاجه. وفي حاجات كبيره زي بلازما بروتين اسمها كولويد. لو اقارن الكريستالويد حجمهم صغير يبقى عددهم كتير، يبقى ليهم هاي اوزموتيك بريشر. ومع ليهم هاي اوزموتيك بريشر، الاوزموتيك بريشر بتاعهم مش مهم. اما الكولويد حجمهم كبير يبقى عددهم صغير، يبقى ليهم لو اوزموتيك بريشر. ومع ان ليهم لو اوزموتيك بريشر الا انه هام، مع انه قليل لكنه هام. فلو قريت العدد يقول لك ايه؟ although of low magnitude، كلمة ماجنتيود يعني قوة. although قوته ضعيفة إلا أنه هام. ليه بقى مهم مع إن قوته ضعيفة؟ بص يا باشا، لو رسمت لك وعاء دموي، الوعاء الدموي ده اسمه بلاد فيسل، وعاء دموي وموجود فيه الدم اللي هو مية، وسيادتك الدم ده دايب فيه حاجات صغيرة بالاسود اهو، النقط الصغيرة دي هي كريستالويد. ودايب فيه حاجات كبيرة بالاحمر اهي، دي اللي عبارة عن البلازما بروتين. ركز معايا بعد اذنك. يقول لك الكريستالويد عشان حجمها صغير بتبقى ديف يوزابل. كلمة ديف يوزابل يعني تنتقل بالانتشار من داخل الوعاء الدموي لخارجه. ايوه، خرجت بره. ليه خرجت بره؟ عشان صغير، فانتقلت من جوه لبره. فتركيزها جوه بقى زي تركيزها بره. طالما التركيزين متساويين، هل في اوزموزس ما بينهم؟ ها
هل تنتقل الميه بسبب هذا البريشر ده اللي هنا زي ايه؟ طالما التركيزين على جانبي الممبرين متساوي الميه ما بتتحركش. مش خدنا الكلام ده ثانوي؟ لكن البلازما بروتين سيادتك البروتين اللي هي كولويد اللي في الدم حجمها كبير عشان كده نون ديفيوزابل يعني مش بتنتقل خارج الوعي الدموي وبتفضل بس جوه الوعي الدموي فمتركزها جوه الوعي الدموي عالي وتركيزها بره الوعي الدموي زيرو فعشان كده بتشد ميه بتاتراك ميه من بره الوعي الدموي لجوه مش دايما يا جماعه الماده المذابه تشد الماده المذيبه دايما الماده المذابه بالاوزموزس ايه تشد الماده المذيبه فسيادتك عشان البلازما بروتين موجوده جوه الوعي الدموي بتركيز عالي وبره قليل فتشد ميه من بره لجوه فعشان كده يقول لك ايه although of low magnitude يعني although هو قوته ضعيفه الا انه مهم لان البلازما بروتين نون ديفيوزابل وبالتالي بيأتراك فلويد يعني يشد سائل من خارج الوعي الدموي الى داخله فهو بيكونترول بيتحكم في الباسج اوف الفلويد اكروس الممبرين بيتحكم في نفاذيه الفلويد اللي هو السوائل ما بين ايه الممبرينز وده اللي اسمه اوزموتيك بريشر اوف البلازما بروتين ويقول لك في تطبيق عملي على الكلام ده يقول لك لو في هايبوبروتينيميا كلمه هايبر يعني كبير فيقول لك انا رحت هايبر ماركت يعني ماركت ايه كبير ولو هايبر يعني كبير هايبو يعني هايبر كتير هايبو قليل ما هايبر عكسها هايبر فهايبو يعني قليل وإيميا يعني في الدم كلمة إيميا يعني في الدم وبروتين يعني بروتين فكلمة هايبو بروتينيميا يعني بروتينات قليلة في الدم هايبو بروتينيميا يعني بروتينات قليلة في الدم يعني نقص بروتينات الدم قال لك لو في هايبو بروتينيميا يحصل مرض اسمه إيديما إيديما يعني ارتشاح تحت الجلد ساعات تبص على واحد كده تلاقي ايديه مورمه مليانه ميه ورجليه مليانه ميه منفخه ميه الايدين والرجلين منفخين ميه دي اسمها ايديما ارتشاح لو ناس عندهم مشكله في الكبد مثلا او مشكله في القلب بلاقي مورمين ميه منفوخين ميه فده يا باشا اسمه ايديما ساعات بيحصل برضه للسيدات الحوامل لو ست حامل في الشهر التاسع ولا حاجه تلاقي عيل كابس على نفسها وكلها منفخه ميه ده كله اسمه ايديما ارتشاح تحت الجلد ليه بقى يا باشا الهايبوبروتينيميا يعمل ايديما؟ على فكره اللي فهم اللي قلته هيعرف يجاوب. مين يعرف يجاوب؟ قول برافو عليك اسمك ايه قلت؟ برافو عليك يا ابو. سيادتك المفروض البروتين اللي موجوده جوه الوعي ده تشد الميه من بره ايه؟ لجوه. طب لو البروتين جوه الوعي الدموي قلت يبقى حركه الشد دي زادت ولا قلت؟ قلت. عشان كده الفلويد يتراكم خارج الوعي الدموي ولما يتراكم خارج الوعي الدموي يحصل ايه؟ إيديما ارتشاح تحت الجلد. السؤال ده بيجي في امتحان اكسبلين واي يعني ايه اكسبلين واي؟ علل اذكر الاسباب ليه هايبوبروتينيميا كوزس إيديما عشان سيادتك لو في هايبوبروتينيميا في ديكريز في الاوزموتيك بريشر بتاع البلازما بروتين فيقل الاتراكشن اوف الفلويد من بره لجوه فالفلويد يتراكم يتراكم دي يعني اكيوميليت يتراكم بره فيحصل ايه؟ الكلام ده يا جماعه غايه في الاهميه اسمه اوزموتيك بريشر اوف البلازما بروتين بقول اولثو اوف لو ماجنتيود يعني بالرغم ان هو ايه؟ قوته ضعيفه الا انه هام ليه يا حمزه هام؟ لان البلازما بروتين بتبقى نان ديفيوزبل ما بتعديش فتفضل داخل الوعي الدموي والاتراك فلويد من بره لجوه فبيكونترول الباسج اوف الفلويد اكروس الممبرين عن طريق الايه؟ الممبرين وسيادتك التطبيق بتاعه لو في هايبوبروتينيميا يعني نقص في بروتينات الدم يحصل إيديما ليه؟ عشان بيحصل اكيوميليشن للفلويد بره الوعاء الدموي يبقى دي يا جماعه رابع بروبرتي اسمها اوزموتيك بريشر
رقم 5 يا جماعه اللي هي البريسيبيتيشن، ورقم 6 اللي هي السيبريشن اوف البروتين مؤجله للعملي، فدي هناخدها ان شاء الله مع العملي. يبقى كده خلصنا اول عنوان في حصه النهارده اسمها بروبرتيز اوف البروتين. الاولى خدناها اسمها ايه؟ كولويدال بروبرتي، والثانيه امفوتيل بروبرتي، والثالثه عالميه فاكرها اسمها دي ناتوريشن، والرابعه اوزموتيك بريشر، والخامسه السيباريشن، وكمان البريسيبيتيشن اوف البروتين ترسيب البروتين وفصل البروتين. ده مؤجل يا باشا العملي. ادخل لي بقى على تاني موضوع النهارده اسمه كلاسيفيكيشن اوف البروتينز، تقسيم او تصنيف البروتينز. يلا يا باشا، كلاسيفيكيشن اوف البروتين. قالك في طريقتين للكلاسيفيكيشن. اول طريقه اكوردنج تو الشيب او اكوردنج تو الكونفورميشن، ودي عملناها وخلصناها من حصتين فاتوا. كان في بروتين اسمه فايبرس والتاني اسمه ايه؟ جلوبولر، وخدنا المقارنه ما بينهم. ولكن الفايبرز ارينجد ان ابارل فور اراوند ا سنجل اكسس فور من لون فايبرز، فاكر؟ وكان انسوليبل ان الووتر، وكان وظيفته سبورتيف وبروتكتيف زي الكولاجين والاستون. لكن الجلوبولر بيبقى ارينجد ان كومباكت سفيريكال فور، صح؟ ويبقى ووتر سوليبل وموبايل ودايناميك وزي الانزيمز والهرمونز والجلوبولر. الكلام ده خدناه وظبطناه وكان اكوردنج تو الكونفورميشن. النهارده بقى عايز اتكلم على الكلاسيفيكيشن اكوردنج تو الستراكشر، حسب التركيب. واكوردنج تو الستراكشر انا بقسم البروتينز نوعين. نوع اسمه سيمبل بروتين، يعني بروتينات بسيطه سيمبل بروتين. والنوع الثاني بنسميه كومباوند، مركب او كونجوجيتد، مرتبط كونجوجيتد بروتين. يبقى في نوعين من البروتينز اكوردنج تو الستراكشر حسب التركيب. نوع اسمه سيمبل بروتين بسيط، والتاني اسمه ايه؟ كومباوند او كونجوجيتد بروتين. طب امتى يا سفيان اقول على ده سيمبل وبسيط وعلى ده كونجوجيتد ومعقد ومركب؟ يقول لك والله السيمبل بروتين upon hydrolysis. كلمة هايدرو يعني مية، كلمة لايسيس تكسير، فهايدروليسيس تحلل مائي أو تكسير مائي. فيقول لك عند التحلل المائي upon hydrolysis gives only amino acids. فبتتكسر بتديني بس amino acids. لو بتتكسر وتديني بس amino acids تبقى سيمبل. صح كده؟ ولكن يا باشا الكونجوجيتد بروتين اللي مكونه من حاجتين، مكونه من جزء بروتيني بسميه بروتين بارت، وجزء نان بروتين بسميه نان بروتين بارت. يبقى فيها حتتين، حته بروتين وحته نان بروتين، اسمها جه يقول لي افتكر اسلام. هسألك سؤال وتجاوب بصراحه يا اسلام، من قلبك يا اسلام بصراحه ما تكذبش. اسلام مين اهم، انت ولا ابوك؟ هو اسلام فجاوب شايف؟ يقول انا طبعا ابويا مين وبتاع؟ يا واد لولا ابوك ما كنت انت. شفتوا الاجيال؟ هذا ما يحدث في الاجيال، الاجيال باظت خلاص، باظت. لا طبعا، اكيد يا ابني ابوك. لان لولا ابو اسلام ما جانا اسلام، صح؟ فاكيد هو الاهم. فيقول لك مين الاهم، البروتين بار ولا النان بروتين بار؟ البروتين بار، لان لولا البروتين بار ما جانا النان بروتين بار. عشان كده بنسمي البروتين بار ابو اسلام، سوري ابو بروتين. بنسميه ايبو بروتين، ودي قاعده. اي بروتين في المنهج مكون من بروتين بار ونان بروتين بار
البروتين بارت بتاعه يبقى اسمه ايبو. يعني الشابتر الجاي ان شاء الله هناخد حاجه اسمها مايوغلوبين، هعرف ان هو بروتين بارت ونون بروتين بارت. البروتين بارت بتاعه اسمه ايبو مايوغلوبين. دايما كده اي بروتين في الدنيا، حته بروتين وحته مش بروتين، الاهم خلي عندك دم هو البروتين بارت، واسميه ايبو. ايبو هذا اسمه ايبو بروتين. فهمت ازاي؟ يبقى ال سمبل بروتين دي ابون هيدروليسيس جيفز اول ايه؟ امينو اسيد. لكن الكونجوجيتد بروتين بار ونون بروتين بار، مين الاهم؟ البروتين بار، وبسميها ايبو بروتين. طب تعالى نشوف سيادتك ال سمبل بروتين عباره عن ايه؟ قال لك ال سمبل بروتين زي مين؟ قال لك والله كتير قوي 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 ينفع نسميهم سمبل بروتين، زي الالبومين. والالبومين ده موجود في الدم في البلازما، كمان موجود في البيض، البيض يحتوي على البومين. كمان زي بروتين اسمه جلايادين، واحد تاني اسمه جلوتيلين، ودول موجودين في الويت. يعني ايه الويت؟ القمح. القمح في جلايادين وفي جلوتيلين. كمان في مجموعه من البروتينز اسمها سكليرو بروتينز. من يعرف كلمه سكليرا يعني ايه؟ الصلبه، بياض العين. فسكلير يلينا يعني صلب، وبالتالي سكليرو بروتين معناها بروتينات صلبه. زي مين؟ زي الايلاستين وزي الكيراتين. الايلاستين والكيراتين ودي بروتينات قوية صلبة. يبقى دول كلهم اسمهم سيمبل بروتين. وأمون هيدروليسيس جيفز أونلي أمينو أسيد. فساعات يقول لك انيوميريت. كلمة انيوميريت يعني أذكر أسماء من غير تفاصيل. انيوميريت السيمبل بروتين. هقول الألبومين، الجلايدين والجلوترين دول فلويد، وكمان سكليرو بروتين زي إلاستين وزي كيراتين، كل دول سيمبل بروتين. طب تعالى على النوع الثاني اللي اسمه إيه؟ كونجوجيتد بروتين. وده مكون من جزء بروتين بسميه بروتين بار، وجزء نان بروتين بسميه ايه؟ نان بروتين بار. قال لك انا بسمي بقى الكونجوجيت بروتين على حسب النان بروتين بار. فلو النان بروتين بار مثلا كان فوسفيت يبقى اسمه فوسفو بروتين. طب كربوهيدرات جلايكو بروتين. طب ليبيد جلايكو بروتين. طب كارر كرومو بروتين. طب ميتال ميتالو بروتين، وهكذا. يبقى انا بسمي الكونجوجيت بروتين حسب الجزء النون بروتين بار. طب تعالى نبدا مع بعض، والجزء ده فيه اسامي كتير ومحتاج حفظ شويه. فقال لك التنابين معايا لان هو محتاج شويه حفظ وفيه كم كبير من الاسامي. نبدا بالفوسفو بروتين. سؤال صعب قوي، فكر فيه كويس قوي. هو الفوسفو بروتين عباره عن بروتين اتاتش تو ايه؟ برافو عليك، شاطر. يبقى فوسفو بروتين يعني بروتين اتاتش تو ايه؟ تو فوسفيت. فوسفيت شبكته في بروتين، فالبروتين بقى اسمه ايه؟ فوسفو بروتين. السؤال بقى فين تشبك الفوسفيت؟ قال لك الفوسفيت بتشبك في الاو اتش اوفسترين او ثريونين او تايروزين. الكلام ده بيتسال في ام سي كيو، يقول لك الفوسفيت تشبك فين؟ في الاو اتش اوف السيرين او الثريونين او التايروزين. طب قول لي يا عم اكزامبل، يا عم ايه الاكزامبل على الفوسفو بروتين؟ بروتين يسمى كاسين. اسمه ايه؟ كاسين، مش كاسين. كاسين دي حاجه وحش ومش هنا، عيب حرام، اللي بتعمله نفسك ده حرام. اسمه كاسين مش الثانيه دي. يبقى الكاسين ده الميلك بروتين. البروتين اللي موجود في الميلك اسمه ايه؟ كاسين. ها؟ 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 قول كاسين. ايوه بكسر السين وليس بفتحها، بكسرها. كاسين. فالكاسين ده الميلك بروتين. يبقى كلام سهل يا جماعه. ايه هما الفوسفو بروتين؟ دي بروتينز اتاتش تو ايه؟ تو فوسفيت. فين اشبك الفوسفيت؟ في الاو اتش اوف
السيرين او الثريونين او الكاروتين. هيقول لك انيوميريت وان فوسفوبروتين. مين الفوسفوبروتين؟ اسمه ايه؟ كاسين. ايوه اسمه كاسين. ايوه على انت انت لا. طب تعالى النوع الثاني. النوع الثاني من الكونجوجيت البروتين قال لك اسمه جلايكوبروتين. اسمه يا باشا جلايكوبروتين. يقول لك عشان تفهم الجلايكوبروتين لازم تعرف الفرق ما بين الجلايكوبروتين والبروتيو جلايكان. مين يعرف الفرق ما بينهم؟ طب اقول لك حاجه. الجلايكوبروتين معناها بروتين اتاتش تو كربوهيدرات. طب البروتيو جلايكان برضه بروتين اتاتش تو كربوهيدرات. ما ينفعش واحد اكثر من الثاني من البروتين او اكثر من الثاني. الكميه بتختلف. هما الاثنين كربوهيدرات مع بروتين شبكوا مع بعض. ما هو بس الكميه بتختلف. جدع يا عزيز جدع يا مؤمن. يقول لك دايما المقطع الثاني هو الاكثر. لما اقول جلايكوبروتين ده في الاساس بروتين، كميه كبيره من البروتين وكميه قليله من الكربوهيدرات. بروتين كتير كربوهيدرات اقل. بس لما اقول بروتيو جلايكان يبقى كربوهيدرات كتير وبروتين اقل. دايما المقطع الثاني هو اللي اكتر. لما اقول لك القارئ الطبيب احمد نعيمة. هو قارئ ولا طبيب؟ طبيب. طبيب. انت سبت كل حاجه وبصيت نعيمة. هو اسمه كده بنعنع اعمل له ايه يعني؟ يبقى سيادتك هو اسمه قارئ الطبيب. يبقى هو قارئ ولا طبيب؟ في الاساس ايه؟ طبيب. بس بيعرف يقرا قران كويس. فهمت ازاي؟ فدايما المقطع الثاني هو الاساس. لما اقول جلايكوبروتين مين اكتر؟ بروتين. لما اقول بروتيو جلايكان مين اكتر؟ اللي هي الكربوهيدرات. انا في شابتر ايه؟ البروتين. عشان كده بدرس النوع ده اللي اسمه جلايكوبروتين. لكن ده هناخده في الكربوهيدرات. فلما اقول جلايكوبروتين هقول بروتين اتاتش تو كربوهيدرات. طب مين اكتر؟ البروتين. 95% بروتين و5 بس بالمية ايه كربوهيدرات. ويقول لك عندي نوعين من الجلايكوبروتين. في نوع اسمه او لينكد جلايكوبروتين. والنوع الثاني اسمه ان لينكد. يبقى في او لينكد وفي ان لينكد. لينك يعني رابط. فواحد مربوط بالاو والثاني مربوط بالان. او لينكد وان لينكد. الاو لينكد يقول لك الكربوهيدرات بتبقى اتاتشد للاو اتش وفي السيرين اور ثريونين. مفيش تيروزين. الفوسفيت تشبك في الاو اتش وفي السيرين ثريونين او تيروزين. لكن هنا في الاو لينكد جلايكوبروتين الكربوهيدرات تشبك في الاو اتش وفي السيرين او ثريونين بس. اما في الاند لينكد يقول لك الكربوهيدرات تشبك في الايمايت جروب وفي الاسبراجين. فاكرين اول حصه خدناها؟ فاكره الاسبراجين والجلوتامين؟ اسمه ايماي 4 وفي الازيتيك امينوسيس. فلو شبكت سيادتك الكربوهيدرات في الايماي جروب وفي الاسبراجين يبقى اسمي ان لينكد. اسبراجين بس. ده حتى ساعات بسميها اسبراجين لينكد جلايكوبروتين. ولو شبكتها في الاو اتش وفي السرين او الثريونين يبقى اسمي ايه؟ يبقى اسمي ان لينكد. يبقى كلام جميل اهو يا علي. قلنا جلايكوبروتين مين اكتر؟ بروتين. وسيادتك على حسب النوع تعرف انت شابك فين. لو انت او لينكد انت شابك فين؟ او اتش وفي السيرين سيرين. لو ان لينكد اماي جروب وفي الاسبارج. طب تعالى لتالت واحد من الكونجوجيت بروتين اسمه لايكوبروتين. اظن الموضوع بقى مفقوس بقى معروف. نسال مين؟ نسال مين؟ نسال مين؟ اسمك ايه؟ فردوس. من اليمن ولا منين؟ ايه ولا تعز ولا ورا ايه؟ الحديده. الحديده؟ لا اول واحده من الحديده. طب نشوف الحديده اخبارها ايه النهارده؟ ايه الفرق يا فردوس ما بين اللايكوبروتين والبروتيوليت؟ اللايكوبروتين تكون اقل من اللايكوبروتين. مين اكتر؟ اللايكوبروتين في مين اكتر؟ البروتين. والبروتيوليبيد؟ لا
برافو. يبقى دايما يا فردوس المقطع الثاني هو ايه؟ هو الاكل. فاللايف بروتين عند بروتين اكتر لكن ليبت ايه؟ اقل. لكن البروتيو ليبت الليبت اكتر والبروتين اقل. عشان كده البروتيو ليبت هناخدها في الليبت لكن احنا في شابتر ايه؟ البروتين. فناخد اللي اساسه بروتين وهو اللايف بروتين. ده عباره عن ايه؟ عباره عن ليبت اتاتش تو بروتين. موجودة فين؟ قال لك موجودة في السيل ممبرين الغشاء الخلوي بتاع الخلية. وكمان يا باشا موجودة في البلازما. ده حتى بسميها بلازما لايبوبروتين. خدتوا هيستولوجي ولا لسه؟ بتتعرفوا عليه، بنتعرف على الهيستولوجي، بنشوف ايه اخباره صح؟ بنشوف يعني عرفنا الصفحة الأولى، عرفنا تاريخ الإذاعة. يعني قوي الجلدة يعني ما دخلناش جوه الجلدة لسه بنشوف اخبار الجلدة ايه صح؟ ماشي. هتاخدوا مادة كده غريبة اسمها هيستولوجي وهتاخدوا فيها موضوع اسمه سيل ممبرين وهتعرف ان اي غشاء بتاع اي خلية نصه ليبل ونصه بروتين. طب طالما ليبل شابك مع بروتين يبقى لايبو بروتين صح كده؟ يبقى دي اول حاجة السيل ممبرين في ليبل مع بروتين يبقى لايبو بروتين. الحاجة التانية البلازما. ايه قصة بقى البلازما دي؟ هقول لك. احنا بناكل دسم ولا مش بناكل دسم؟ ده احنا بناكل دسم. ده اهم حاجة معايا انت على الخط انت جامد قوي يعني. طب الدسم ده يعني ايه؟ زيوت ودهون وحاجات بسم الله ما شاء الله. طب دي تذوب في الماء ولا لا تذوب في الماء؟ لا تذوب. وبناكلها ونعملها هضم. ونعملها امتصاص يعني نوصلها للدم اللي عباره عن ميه. ما كداب اللي يقول لك الدم عمره ما يبقى ميه. 70% من الدم. طب ازاي الدهون اللي اكلتها ولا تذوب في الميه بتمشي في الدم اللي هو ميه؟ فاهمين الفكره؟ مش اكلت دسم؟ اكلنا دسم دهون ايه؟ لا تذوب في الميه. وعملت لها امتصاص ولا لا؟ وراحت الدم ومشيت في الدم اللي هو ازاي بتمشي في الدم اللي هو ميه وهي اللي تدوب في الميه؟ بتركب تاكسي. اوبر ولا كريم؟ لا كريم على حسب. لا في بقى واحد منافس لاوبر وكريم اسمه قلبه منه. حلو ده صح؟ بيوصل بسرعه صح؟ هي بتشبك في البلازما. ما هي لا تذوب في الميه وعندي بروتين في الدم. البروتين بيذوب في الميه فسيادتك الدهون اللي كلتها دي تروح شابكه في بلازما بروتين وتعمل ليمت مع بروتين يبقى اسمه بلازما لايبو بروتين وتمشي في الدم في هذه الصوره. فهمت جت منين قصه بلازما لايبو بروتين؟ اكلنا دهون لا تذوب في الميه ووصلت الدم اللي هو ميه. طب تمشي ازاي؟ تروح شابكه في البلازما بروتين ويبقى عملت بلازما لايبو بروتين ليمت مع بروتين. وصل يا جماعه؟ فاللايبو بروتين يا اما في السيل ممبرين يا اما في البلازما. حلو الكلام. طب تعالى للنوع الرابع والنوع الرابع اسمه كرومو بروتين. وكرومو بروتين يعني بروتينات ملونه. حلو بقى اهو الوان بقى ورسم بقى وبتاع وهنخرب الدنيا الوان اهو حصه الوان كرومو بروتين بروتينات ملونه. تحب اي لون؟ ازرق؟ خلاص اللي انتوا كل الالوان موجوده عندنا بسم الله ما شاء الله كل الالوان. يقول لك يا باشا الكرومو بروتين نوعين. في بروتينات لها لون بسبب وجود ميتال فاسميها ميتالو كرومو بروتين. يبقى كلمة ميتالو كروم يعني في لون. سبب اللون ايه؟ سبب اللون ان في ميتال. فاسمها ميتالو كرومو بروتين. وفي بروتينات ليها لون من غير ما يكون عندها ميتال. فاسمها نون ميتالو كرومو بروتين. فهمت الفكرة يا باشا؟ فهمت القصة؟ يبقى في بروتين ليها لون. ليه؟ عشان عندها ميتال فده اسمه ميتالو كرومو بروتين. وفي بروتين ليها لون بس من غير ما يبقى عندها ميتال فاسمها نان ميتالو كرومو بروتين.
تعال النوع الاولاني اللي اسمه ميتالو كرومو بروتين. يقول لك اللي ما عندوش ميت اللي عنده ميتال اللي ما عندوش فايل. انت عارف الدنيا ليه كده؟ لا حرقت. شو يعني ميتال بس؟ معدن. ميتال يعني معدن. لو الميتال اير، لو الميتال حديد اللون يبقى ريد. طبعا. عشان كده الكرات الدم الحمراء لونها احمر عشان فيها حديد. العضلة لونها احمر عشان فيها حديد. فلو الميتال اير اللون يبقى ايه؟ يبقى ريد. لو الميتال كبر، كبر يعني نحاس، اللون يبقى جرينش بلو يعني ازرق مخضر. انت عارف الازرق انت صح؟ جالي الازرق بس ازرق مخضر جرينش بلو. ولو سيادتك في حاجه اسمها كلوروفيل، عارفين الكلوروفيل؟ لونه ايه؟ جرين. كل دول اسمهم ميتالو كرومو بروتين. لو اير اللون ريد، لو كبر اللون ايه؟ جرينش بلو. ولو كلوروفيل اللون ايه؟ اللون جرين. طب تعالى النوع التاني اللي اسمه نان ميتالو كرومو بروتين. يعني زيادتك في كلر من غير ما يكون فيه ميتال. نوعين. اول نوع اسمه فلافو بروتين. اسمه يا جماعه؟ فلافو. النوع التاني اسمه مانشستر ولا ميلانو؟ ميلانو. مش مانشستر؟ ولا روح؟ ميلانو. ميلانو بروتين. يبقى كده يا باشا نوعين اهو. في نوع اسمه فلافو بروتين، وارجوكوا ما اسموش فلافيو. فلافيو ده كان لعيب واعتزل الفن وقعد في بيته خالص. اسمه فلافو، فلافو بروتين. والتاني اسمه ميلانو بروتين. الفلافو بروتين قال لك السبب في اللون ان في رينج اسمها فلافين رينج. الرينج دي لونها اصفر. هذه الرينج موجوده في كو انزيمز. وكلمه كو انزيمز يعني عوامل مساعده للانزيمات. واحد اسمه اف ام ان والتاني اسمه اف اي دي. فالاف ام ان والاف اي دي عشان فيهم فلافين لونهم هم رفرين اصفر. ولو جه العامل المساعد ده وراح شبك في الانزيم، الانزيم كله بيصير اصفر. عشان كده النوع ده اسمه يلو انزيمز. اسمه يا جماعه؟ يلو انزيم، يعني انزيمات صفراء. ليه؟ عشان فيهم فلافين، والفلافين لونه ايه؟ اصفر. الفلافين دخل في الاف ام ان والاف دي. ايه الاف ام ان؟ عايز الفول نيم بتاعهم يعني؟ فلافين مونو نيوكليوتايد. والاف دي فلافين ادينين داي نيوكليوتايد. وحشه اف ام ان؟ وحشه اف دي؟ اعرفها لغايه ما ناخدها يا جدع. يبقى اعرفوا اف ام ان وفي لغايه ما ناخدهم لسه ناخدهم ان شاء الله. يبقى الاف ام ان والاف دي عوامل مساعده للانزيمات. كو انزيم لونها اصفر، فلما تشبك في الانزيم الانزيم كله بقى لونه اصفر فاسمه ميلو انزيم. طب تعالى النوع الثاني. النوع الثاني اسمه ميلانو بروتين. موجوده في اي بلد غيره؟ ايطاليا. اشرب ايزي ميلان طبعا. عارف اسم ميلان وعارف انتر ميلان؟ مين فاز الماتش اللي فات؟ يا تعالوا نتابع اهو. نتابع فعلا. طب انا سميتهم ميلانو عشان ايطاليا ولا عشان الميلانين؟ الميلانين. والميلانين يقول لك ده دارك براون بيجمنت موجود في الهير الشعر والسكين الجلد والايرس اللي هي فزحية العين. وكل ما يكون الميلانين اكتر كل ما لون الهير والسكين والايرس يبقى اغمق. وكل ما يكون ميلانين اقل كل ما اللون يبقى ايه؟ يبقى افتح. يقول لك هي البنت اللي عينيها خضراء وشعرها اصفر، ليه عينيها خضراء وشعرها اصفر؟ فسيادتك الميلانين ده بيدي لون من غير ما يكون فيه ميتال، فهو نان ميتالو كرومو. يبقى كرومو بروتين، بروتين ليها لون. عشان فيها ميتال يبقى اسمها ميتالو كرومو. او من غير ميتال يبقى اسمها ايه؟ نان ميتالو كرومو. الميتالو كروم لو الميتال اير اللون ايه؟ ريد. كبر جرينش بلو. طب كلوروفيل اللون بقى ايه؟ جرين. طب نان ميتالو كروم يقول لك يا باشا يا اما فلافو بروتين عشان فيه فلافين موجوده في الاف ام ان والاف دي.
لو شبكة في انزيم الانزيم لونه ايه؟ اصفر فاسمه ميلو انزيم. او سيادتك يكون ميلانو بروتين وده عشان فيه ميلانين ودي ساقطه فين؟ في الهير والسكن والارس. اتفقنا؟ تعالى يا باشا لنوع كمان اسمه ميتالو بروتين. معلش الحفظ كتير شويه في الحته دي. ميتالو بروتين يعني بروتين تحتوي على ايه؟ على ميتال. والله على حسب نوع الميتال ممكن الميتال يبقى اير بس مع اير كونتيننج ميتالو بروتين او الميتال يبقى كوبر بس مع كوبر كونتيننج ميتالو بروتين. طب لو الميتال مغنيسيوم مغنيسيوم كونتيننج ميتالو بروتين. طب لو مانجانيز مانجانيز كونتيننج ميتالو بروتين. طب لو زنك يبقى زنك كونتيننج ميتالو بروتين. يبقى انا قسمته على حسب نوع الميتال. امسك اول واحد ايرن كونتيننج ميتالو بروتين. قال لك الايرن ليه صورتين يتواجد فيهم في البروتينات. يا اما صوره اسمها هيم فبسميه هيم ايرن. يا اما صوره نون هيم فبسميها ان اتش اي نون هيم ايرن. ايه قصه الهيم دي؟ الهيم ده الشابتر الجاي اللي هبدا فيه يوم السبت ان شاء الله. وعباره عن ايه؟ قال لك عباره عن اربعه رنج شابكين مع بعض. اربعه رنج شابكين مع بعض بالشكل ده وفي وسطهم الحديد. فلو الحديد موجود في الصوره دي اربعه رنج شابكين مع بعض وهو في النص الصوره دي اسمها هيم. ولو الحديد موجود لوحده كده من غير اي حاجه يبقى اسمه نان هيم اير. طيب مين سيادتك الامثله على الهيموبروتين؟ قال لك اشهر اثنين هيموجلوبين ومايوجلوبين. يبقى الهيموجلوبين والمايوجلوبين دي امثله على ايه؟ على هيموبروتين. طب ايه امثله على نان هيم اير؟ زفت الطين اللي اسمه فيريتين. ايوه فيريتين وده بيخزن حديد بيعمل ستور للايرن. وكمان ترانسفيرين وده بينقل حديد بيشيل حديد. يبقى سيادتك في اثنين فيهم حديد عادي من غير هيم. الفيريتين ده بيخزن الحديد والترانسفيرين ده بيشيل الحديد في الدم. طب سيادتك مين في كوبر؟ اللي فيه كوبر اسمه لايسيل اوكسيديز. ظهرته ان شاء الله في تصنيع كولاجين اسمه لايسيل اوكسيديز. طب اللي فيه مغنيسيوم؟ اللي فيه مغنيسيوم انزيم اسمه كاينيز. انزيم اسمه ايه؟ كاينيز. طب اللي فيه مانجانيز انزيم اسمه ارجينيز. معلش اسامي حفظ شويه. طب اللي فيه زنك اثنين واحد اسمه انسولين بس اعرف ده الستورج فورم يعني صوره التخزينيه. الانسولين هو متخزن في زنك وكمان سيادتك انزيم اسمه كاربونيك انهايدريز. حفظ كتير شويه معلش معلش نقولهم تاني يلا. يقول لك اللي فيهم اير اسمهم اير كونتيننج ميتالوبروتين. لو الاير في صوره هيم يعني هيمو بروتين زي مين؟ هيموجلوبين مايوجلوبين. طب لو نان هيم اير زفت الطين اسمه؟ فيريتين. وكمان ترانسفيرين. طب اللي فيه كوبر لايسيل اوكسيديز. مغنيسيوم كاينيز. مانجانيز ارجينيز. زنك انسولين ستورج فور وكربونيك انهيدريز. اقشى ما اقشى اقشى ما اقشى انك تلخبط ما بين الام جي والام اي. من الام جي؟ ومن الام اي؟ يبقى مره كمان سيادتك الكونجوجيتد بروتين سميتهم على حسب النون بروتين بارت. لو النون بروتين بارت فوسفيت يبقى اسمي فوسفو بروتين. ده بروتين اتاتش تو فوسفيت. فين شبكه الفوسفيت؟ او اتش اوف 3 زيونين او تيروزين. مين الاكزامبل؟ كاسين. طب جلايكو بروتين مين اكتر بروتين ولا كربوهيدرات؟ بروتين. والكربوهيدرات شبكه فين؟ حسب النوع. لو انا اقول انكب او اتش اوف 3 زيونين
لو انا ان لينكت ماي جروب اوف الازوريشن. طب اللايبو بروتين، بروتين اتاتش تو لينكت موجوده في السيل ميمبرين او بلازما، واعلى حاجه اسمها بلازما لايبو بروتين. طب بروتين ليها لون يبقى اسمها ايه؟ كروم بروتين. اللون عشان فيه ميتال يبقى ميتالو كروم، اللون من غير ميتال يبقى نون ميتالو كروم. الميتالو كروم لو الميتال اير اللون ريد كوبر جرينيش بلو كلوروفيل جرين. طب النون ميتالو كروم في فلافو بروتين عشان فيه اف ام ان واف اي دي شبكه في الانزيم، انزيم لورو يلو لازم يلو انزيم. طب ميلانو بروتين فين موجودة؟ هير وسكين وايرز. طب ميتالو بروتين لو الميتال ايرن يبقى ايرن كونتين ميتالو بروتين. ايرن ستوريتين يعني هيمو بروتين زي مين؟ هيموجلوبين مايوجلوبين. طب نان هيم ايرن زفت التين اسمه؟ فيريتين. ومعايا؟ ترانسفيرين. طب الكوبر لايسين اوكسيد مغنيسيوم مانجانيز زنك انسولين ستورج فور وكربونيك انايليز. في نوع سادس من الكونجوجيت بروتين اسمه نيوكليوبروتين، وده الترم الثاني ان شاء الله. تمنا الحمد لله يوم السبت ان شاء الله شابتر جديد.